في المدينة أغلبية الوكالات ماشي دايرين دومي بونسيون لأسباب سنتكلم عليها لاحقا، لذلك مليح الواحد يعرف وين ياكل واش ياكل، وين ماكلة بنينة وين ماكلة رخيصة. والمطعم الأول اللي نصحكم به هو مطعم مصري، جاي في النهاية تاع شارع السلام، غير تقطع البوم لتحت زيد شوية طيح فيه، اكتب في المابس واحد خطاب تخرج فيه، يبيع كلش. لكن الحاجة اللي عجبتنا هي ساندويتش كبدة ب7 ريال، ولا كاين فول مرحي، فول مرحي هذا كيما القرنطيطة يدير 2 ريال وشنو نزل مضرب زوج، ولا يقدر يديره لك فيه صحن، صحن بالبيض من الفوق 10 ريال زائد الراغيف هذاك تافي بالغارد. وكاين الرز بالدجاج، طبسي رز مع مرص ودجاج ب17 ريال. في الشارع الموازي لشارع السلام اون بارالال، او كاين واحد يبيع الشاورما ويبيع الفلافل، ساندويتش فلافل بالبيض المسلوق 5 ريال، اضرب وشفاع المضرب. اللي حكينا عليهم دوكا عبارة عن دي ساندويتش تسد بهم الجوع برك، هذا ما كان سينون اللي يحب يدير فيها قاعدة وياكل مليح، ما عليه غير يشغل مطاعم قربان، مطاعم تاع الاكلات الشعبيه المختلفه، اليمنيه الباكستانيه الهنديه تلقى كلش هنايا. وماشي بعد حوالي 4 ساعه مشيا من الحرم، وشنو تلقى كلش يا خويا، على الحجر على الجمر المردوم وزلوفو كاين يا محاينك، دوماج ما لحقناش به. قال لك خلاص اي 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 هذاك الشارع طلع مغرفه، شكرا. هذا يحليو به مر الماكله، الموز القشطه ولا نواط كاجو، هادو يمنيين. كمل يا كمال، هادو يمنيين. الله يبارك يا مدي يا خير، بارك الله فيكم. جزائريين مغربيين. جزائريين جزائريين، بارك الله فيكم، يعطيك الصحه والله. كمل. شكرا شكرا والله. واحد الله، شكرا شكرا احنا اخوان، بارك الله فيك. الحد ديالهم ما يشهيش يبان تاع الواد، خاصة كي تشوفوا هذاك يدور فيه في الزيت، هذاك هو الحساب. يا حي البحر الابيض المتوسط. شفا اعطي السمكة الوعرة. ايه المحاجب، هذوك المحاجب. اصبر يا ودي تخلطك. راك خاشع اكثر من الصلاه يا بحي. او القارص، ها شوف تحب القارص. روحوا عند اليمنيين جيبوا فيها واحد مطبق 13 ريال، مقلاة كبده 13 ريال، وزيدوا معها تحليه المعصوب هذاك 18 ريال، قرعة قازوز كلش 45 ريال، تقسيم 3 15 ريال لواحد، وراكو درتو فيها ديني غاسترونوميك، خليط من القشدة وال واسمو نواط كاجو واسمو الموز والبانان وقالي اتس جود. صحتكم. الى الى واللي يحب ياكل عند المطاعم المشهورة كيما ماكدونالد، برجر كينغ، دجاج كنطاكي، ما عليها روح يا اما للشارع الشمالي اللي جاي خلف الحرم، ولا يجي لهنا لشارع قباء قبل الحرم، دومينوس بيتزا صغيره ب 15 ريال، موتزاريلا عمي. بسم الله يا حقي بسم الله. احكي لي على الكنافه في شارع قباء، صدقوني من ابن ما اكلت، 10 ريال 6 قطعات. بسم الله واش المغارف هادو؟ ايه بيبي هاي لا لا بلا مغارف بالجبن بالجبن هاو باليد تاع يد احنا حبيبي، شد المغارف هادو تاع كومبينغ فيديو جيبهم لهنا يا ملاح يا الله يعاونكم صديقي. سلم لنا على البليهي، سلم لنا على البليهي. في مكة كاين دومي بونسيون، واللي ما داش دومي بونسيون لا جا حبيب النجم، كاين ريستورون اون فاس لوتي اللي كنا فيه ارائك غزة، كاين هذا بروست كنا نديبانيو بالساندويتش مسحب ديالو. هاي ريت دجاج، هاد جا فايز هكذا يا صوص ودور
و إتس جود و صاي كل ما داق السعر. السعر حكي لنا السعر. احنا مين كان الخانة تما هاي مين الصندوق في العالم وكي نحبو ناكلو مليح كنا نروحو للجهة تاع الأبراج. كنا ندخلو للمول تاع سوق الخليل فيه مال الدواء طاب. الحقي شو تعمل هنا انت تاع بيتزا كاري؟ بيتزا كاري في الماضي الحقي جازوزي بردي انا بسوي بلينا الشامودية يا حيفي لا كما تقدرش يا حجي تانتي تانتي تاكل كنتاكي. سامحيني يا بيتزا كاري سامحيني. هاوليك الجمبري قال لك البروشات ب 13 ريال ولا 15 ريال وهذه والله ما على بالي حوت شنو هذا وشنو هذا صومو هدايا 30 ريال القطعه يا محي هدايا خفت نسقسيها الله نسقسيها انا تاع مسحب سحب هذاك مسحب يا سحبنا يا هذا خلاص دي كونومي شو اللي دار حياته كومبري خلصت هنايا المطاعم والماركات المشهورين هذوك غاليين علينا شويه ما يساعدوناش على بها كنا نشانشيو باش ندوقوا برك ماشي باش نشبعوا سينو كي تحب تشبع تروح ديرك عند هذا فاهي فاخيطاس ولا مش اسمه يبيع الفلافل ساندويتش فلافل ب 10 ريال بيان كارني يشبع هايل سليم ولا كنا نجيبوا فيها باركات تاع روز ب 10 ريال وباركات تاع دجاج اون صوص هذاك ب 20 ريال حجي ما بالي هندي باكستاني الله ما على بالي مفيد بزاف بني كانت تسقى من 30 ريال تقسيم 3 10 ريال الواحد حبيب الله محمد رسول الله هذا بنادم هذا اسمع يا اله فين من الناس كيحطوا هذا ترمي في الساشي يا خلينا ناكل من الطبس علاش ترمي في الساشي يا ودي الناس كاع تحطوا هكذا تقول في يدك هذا واش ما نحط معاكم خلاص ارد لي 5 ريال تاعي ارد لي الدراج هذا باش ما تدفقش هذه يا بار انت باك من وزر سمير رحت بالك حال خلعني على بالك الروز الروز هاي تحكم الدفعة هكذا يا وطب معك نقصد عندي خلاص تعالي ناكل الهنود تعال الهنود فهمي فهمي شريك بلا غير البنين يا حاجة أخيرة ننصحكم بها اللي هي عصير الفواكه البانان الكيوي المونغ الاناناس كل انواع الفواكه يا خويا بروفيتي 7 ريال واحد صغير يشبع وبنين وفيه الفيتامين هذه هي وهذا هو هذو هما المعلومات والتفاصيل اللي قدرت نجيبهم انايا هي لو كان تقدر تبارسي تدخل في الزنايق تلقى بالك ما خير وفيها خير نشكركم على حسن المتابعه والاصغاء والى الحلقه القادمه ان شاء الله.